القس متى نعيم كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس المتانية بالعياط، وتسابونا ورحب بك على شاشة قناة ميسات. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، كل سنة حضرتك طيب، ويعني احتفالية سعيدة، والبابا شنو ده مجرد من الإنسان يذكر اسمه الفرحة تمس القلوب. فالبابا شنو ده يعني كان كنز وعملاق، وكان كارز، وكان من الآباء القديسين، ولمسناه في لجنة البر غض النظر عن الآباء الكهنة وأسرهم. هو كان بيهتم بالكل وبيحب الكل، وليوم الخميس ده من كل شهر في لجنة البر يعني كان قداسته يلتقي بكل الفئات وبكل المراحل. وكان سيدنا يعني عطوف محب يحس بالآخرين، وكان عنده محبة وعنده احتمال في عز ما هو كان تعبان وفي عز الظروف يعني الصحية كان بيهتم بالكل، وكان عنده وقت كافي للكل ويسمع الكل، وكان دايما يبقى سعيد قوي لما يقابل حد في اجتماع يوم الأربع بعد الاجتماع ما يخلص، وبالأخص من عامة الشعب. ما كانش بيفرق بين أي حد، وكانت كل الناس عنده أولاده، وكان يعني محبة فياضة للكل. تسابونا في نهاية اللقاء لو توجه كلمة لقداسة البابا شنودة الثالث بمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاد قداسته تكون هي ايه؟ احنا البابا شنودة عايش وسطينا، حاسين بوجوده دايما معانا. هو مش انتقل من عالم كله تعب الى عالم كله افراح. فسيدنا البابا شنودة بنقول له كل سنة وانت طيب، ويكفي ان البابا شنودة يعني انا واحد من اولاده، بلدياته من اسيوط اساسا، وهو يعني من الاباء اللي كان بيحب الصعايدة دايما ويضرب امثال. فاحنا نقول له يا سيدنا هنيئا لك الفردوس، وتذكرنا امام العرش، وتذكر الكنيسة ان انت تعبت واسست، فيذكر الكنيسة المنتصرة الى ان تأتي الكنيسة المجاهدة. فكل سنة وقدستك طيب يا سيدنا، ونبعت لك التهاني القلبية من قلوبنا، ونقول لك اذكرنا امام عرش السماء.